والإشراف العام على سير العمل الأمني تعزيزا لأمن الدولة والمجتمع وصيانة استغلال وسيادة البلاد. الإخوة والأخوات الكرام، إن بلادنا تواجه جملة من التحديات تجعلها تواجه أوضاعا مفصلية في مسيرتها نحو السلام والتنمية، تطلب تضافر الجهد وشحذ الهمم لتجاوز العقبات. ونؤكد أن ثقتنا في الله ثم في أنفسنا ستدفعنا للتغلب على كل ما يواجهنا من مصاعب في تحقيق السلام وتجاوز العقبات الاقتصادية، وإننا سوف ننجح بعون الله ومشيئته في إعمار بلادنا بعزم وسواعد بنيها. وإنني من هذا الموقف أخاطب عبركم شعبنا الأبي بكافة مكوناته وفصائله لتوحيد الصف الوطني، داعيا أبنائنا الذين اختاروا طريق الاحتكام للعنف إلى الالتحاق بمسيرة التنمية والإعمار. كما أجدد التأكيد على أن باب الانضمام لمسيرة الحوار الوطني ما يزال مشرعا، ولن نوصد باب له ولن نسد فيه مدخلا ولن نألو فيه جهدا للراغبين في اللحاق بركب السلام والوحدة من أجل بناء السودان. الإخوة والأخوات، إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تظل مسؤولية رئيس الجمهورية، وأجدد العهد هنا أمامكم وأمام شعبنا الأبي بأننا سنولي متابعة التنفيذ لهذه المخرجات وفق المواقيت الزمنية المقررة. وإن كان مشروع الوثبة قد أنجزنا منه مرتكزات ثلاثة: برنامج أسجد الدولة والحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، فإن مقبل الأيام سوف يشهد وضع المرتكز الرابع للوثبة موضع التنفيذ والمتوسل في الحوار حول الدستور، والذي نستهله بإعلان تكوين اللجنة القومية لإبتدار الحوار حول الدستور الدائم، والتي ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية. ومن هنا أوجه الجهات المعنية باستكمال مشاوراتها حول تكوين هذه اللجنة من قوى سياسية وحركات وشخصيات قومية وقوى مجتمعية فاعلة، حتى يتسنى إصدار الإعلان بتشكيل اللجنة القومية بالسرعة المطلوبة، لتتولى رئاسة الجمهورية توفير كافة مطلوباتها التي تعينها على إكمال واجبها. وأرجو أن أوجه بالإسراع باستكمال تكوين الآليات والمفوضيات التي أقرها الحوار الوطني، حتى نهيئ لبلادنا للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة نستهلها بانتخابات حرة وشفافة بإذن الله تعالى في 2020 لبناء سودان السلام والوفاق الوطني. وختاما، فإني أدعوكم إخوتي وأخواتي الكرام للبدء في انعقاد مجالسكم تباعا لأداء مهامه ووضع برامج عمل هذه المجالس، التي نأمل أن تكون نموذجا في الأداء المؤسسي وفق قيم الشورى والديمقراطية وتوظيف المنهجية العلمية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، والمحافظة على المسار الاستراتيجي للدولة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الحامد، وشكرا لكل الحضور كلهم. وحقيقة دي هي ضربة البداية إن شاء الله للمجالس الرئاسية، والواحد يتفاءل خيرا بأنه التام يعني هذا الاجتماع، ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا جميعا وإياكم وأهلنا ونسميعا من المعتوقين من النار إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. إن شاء الله هذه البداية، ومن بعدها إن شاء الله حتتواصل إن شاء الله اجتماعات المجالس لتؤدي المهام المنط بها. نقول إن شاء الله إحنا دخلنا مرحلة جديدة وخطوة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والواحدة من نتائجها هي إعادة تشكيل شكل الحكومة والجهاز التنفيذي. طبعا تكون المعلوم أنه
العمل التنفيذي كان كله بيدار من مجلس الوزراء في الفترة السابقة، بعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستحداث منصب رئيس وزراء أصبح مركز السلطة التنفيذية، انقسم ما بين مجلس الوزراء والرئاسة الجمهورية. والآن نحن في رئاسة الجمهورية، المهام ما تبقى من مهام لرئاسة الجمهورية هي حقيقة اللي تم تشكيل هذه المجالس، لأن دي قضايا الحيوية والأساسية بتغطي مجالات دي. بالتالي نحن سيرا في طريق الحوار والتوسيع دائرة الشورى والديمقراطية، كانت هذه المجالس الرزيقي أنه هذه المجالس عشان تقوم في مساعدة الرئاسة الجمهورية لأداء مهامة في ما تبقى لها من سلطات. فنحن نتوقع خيرا إن شاء الله، وكلما توسعت المشاركة وتوسعت الشورى هي خير لأهل السودان. تجربتنا في الحوار الوطني حقيقة تجربة رائدة جدا، ويجب أن نحافظ على هذا المنهج في الحوار والمشاركة وتوسيع المشاركة، وإعطاء الفرص لأكبر عدد من أبناء السودان في المجالات المختلفة. والحمد لله السودان يزخر بموارد بشرية ضخمة في شتى المجالات، في إفساح المجال لهذه الكفاءات أنها تكون لها دورة ومشاركتها في الوضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها إن شاء الله. أيضا أكرر مرة أخرى الدعوة للأخوان اللي تخلفوا عن الحوار، منهم اللي لا زالوا داخل البلاد بيمارسوا عمل سياسي خارج أطر الحوار وبرامج الحوار ومنهج الحوار، والذين لا زالوا يعتمدون على العنف كوسيلة. نحن نقول الشعب السوداني تجاوز هذه المحطة إن شاء الله، وانتقل إلى محطة السلام والسلم الاجتماعي، وعهدا إن شاء الله نحن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من معظم مشكلاته، سواء كانت أمنية اقتصادية سياسية اجتماعية، بعون الله تعالى وبمشاركة أكبر قدر من أبناء السودان في مجالاتهم وفي تكويناتهم المختلفة. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا، والسلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، ربنا يتقبل الصيام والقيام.